ठीक है आओ मेरे पास. فضاءات السعادة الحق في جودة السكن. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نسولوا الناس. حلقة اليوم غادي نطرقوا فيها الحرية الصحافة، وسؤالنا النهار اليوم واش الناس كيشوفوا باللي 2014 عرفت تقدم في حرية الصحافة المغربية، خاصة وأن هذا الميدان كيعرف تقلب ما بين تحسن لافت وتراجع كيكون في كثير من الأحيان بلا مبرر. دونك الصحافه ديال 2014 بدلات على الصحافه ديال 2013 2012 ولا الصحافه القديمه. الناس نشوفوا بان المواضيع اللي تثيرها الصحافه هي مواضيع مهمه وديال الساعه اللي تيمكن الانسان تيستافد منها اولا، وثانيا تتبع الاخبار بدقه. دابا الحريه تاع الصحافه بوغ لانستون ما كايناش حريه تاع الصحافه. الميدان تحرر وهادشي كنلمسوا يعني، ولو كيتذكروا في مواضيع سخونه يعني على الرشوه، على يعني على المواضيع اللي كانت ما كيقدروا كيتحاشاو الكلام فيها، هي ديال الطابوهات بحال اغتصاب، بحال يعني زينات المحارم. كاين واحد شويه ديال الحريه كوميم، حيت شنو نقول يعني دابا يعني الصحفي يمكن له يعبر كما بغى يعبر وعنده حريه الراي. حريه تقريبا كتكون معدمه، كاش الحريه مطلقه، ومن ناحيه المواضيع وداك الشيء المواضيع ديما كيعاودوا كيكون تكرار في المواضيع، بحال ولو كيتذاكروا مثلا على هاد الناس اللي كيخونوا الثروه ديال البلاد، كيكدسوها كيديوها برا، يعني كيتذاكروا على استعمال الشوطات، على الناس اللي كيستغلوا المناصب ديالهم وكيخونوا الفلوس وكيستغلوا الفرصه ويديروا اللي بغاو. يعني ممكن دابا الصحفي يتناول اي موضوع، اي موضوع يتناولوا كيدير واحد لو سوجي خاوين، يعني ما كاين والو باين داكشي، راه اي واحد راه كيقراهم كيشوف الحياه اليوميه ديال الانسان، بدا تيستافد بزاف وتيشوف فيها اخبار ومسائل اللي تتهمه. معلوم عنده ايجابيه وعنده واحد الصدى، وكاين عكس تاع الصدى ديالو، كاين عكس تاع الميدان ديال الاعلام ديالنا، راه بدا كيتقدم، كاين قنوات، هما بداو كيكتبوا القنوات السمعيه البصريه كذا، هذا في حد ذاته راه تحرير ديال الميدان، كاين اذاعات، كاين صحف، جميع الصحف كتكلم بحريه. جل أراء الناس اتجهت إلى أن السلطة الرابعة عرفت تطور حرية التعبير خلال سنة 2014 مقارنة مع السنوات الفايتة، وبهذا كنكونوا سالينا حلقة اليوم من برنامج نسولوا الناس. موعدنا كيتجدد في حلقة مقبلة بموضوع جديد.